بسم الله. من أمثلة الامتحان اللي ممكن تيجي في رفت استراكشر أو رفت الإنشائي، إن هو مثلا ممكن يقول لك طب اعمل لي بيم سيستم في الملف الفلاني في الدور الفلاني، وغير بعض الخصائص وشوف البارامتر الفلاني هيبقى كام. تمام، لازم أمشي خطوات مظبوطة، مش أنا فاتح الملف دوت خلاص مش هزل. لا، هو قال لي افتح الملف كذا، أقول له أوبن وأدور على الملف ده وأفتحه. هما بيبقوا 5 ملفات كده في فولدر، فتفتح الملف بالاسم اللي هو طلبه. تمام، الضابط بيقول لك هات لي هات لي فلان، تجيب له فلان، ما تجيبلوش حد تاني. تمام، طيب فتحت الملف، فتحت الدور اللي هو قال لي عليه، هروح انا للبيم سيستم عشان اعمل له السيستم اللي هو عايزه. تمام، اهوت عملت له اوتوماتيك بيم. بعد كده خطوه بعد كده مثلا يقول لي غير الخصائص بتاعتها، يعني ممكن يقول لي مثلا ايه اعمل سيلكت، فهدوس تاب عشان اعمل سيلكت عليهم. هو هنا اللي رول ان هو مسافه ثابته بينهم 450، مسافه ثابته بينهم، يقول لي مثلا غيرها لماكسيمم سبيس. تمام، وبعد كده يقول لي بقى في كام واحد دلوقتي عندك، فتبدا تعدهم ماكسيمم سبيس، بس نخليها 500. تمام، تبدا تعدهم وتقول له رقمهم كام، تقول له مثلا دول 1 2 3 4 5، تروح كاتب له 5. ممكن يقول لي اعمل سيلكت على الحيطة الفلانية. تمام، ويقول لي غير في الخصائص بتاعتها عشان يعرف الارتفاع كام. تمام، يعني هنا مثلا هو مرتبط هنا ان التوب بتاعه بكذا، يقول لي لا خلي التوب بان كونكت. تمام، فالارتفاع هوت بان كونكت، يقول لي خلي ده مثلا بدل ما هو من الفاونديشن خليه مثلا غير الفاونديشن بتاعه، وغير مثلا اي خاصية بحيث يبدأ يشوف الارتفاع كام، او يقول لي مثلا خليها توصل لحد ليفل 2 وهات لي اللينس او الاريا. تمام، الاريا طبعا اختلفت، فتقول له مثلا لا الاريا بقت 92.329. تمام، فلازم اكتبها بالظبط، ما اعملش تقريب الا لو هو قال لي، لو قال لي قرب لاقرب 2 اقرب لاقرب 2. يعني ممكن تعمل المسألة كلها صح، بس لان انت كتبتها 92.3 وعملت تقريب تلاقي الموضوع ضاع منك. تمام، الا لو هو طلب، يعني التزم بالكلام اللي هو هيقوله لك عشان تاخد درجة النهائية بإذن الله.